الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال المستشار الفني والرئيس الوزراء في العراق هيثم الجبوري إنه من الاستحالة إعادة قيمة الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة. وبرر الجبوري عدم إمكانية ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار بأن الخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع لسعر الصرف القديم ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي. لفت الجبوري إلى أن نافذة بيع العملة لا يمكن إيقافها من قبل الدولة كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار في نفس الوقت. قال مصدر صحفي في ديالى عن خطأ بقيمة 700 مليار دينار دفع إلى تأجيل كتاب حقوق 30,000 محاضر في المحافظة. وقال المصدر أنه بعد إعلان توقيع محافظة ديالى على كتاب الكلف المادية الخاصة بالمحاضرين اكتشف خطأ مطبعي بقيمة نحو 700 مليار دينار، بالأحرى ما استدعى تأجيل إرسال الكتاب إلى وزارة المالية حتى يتم تدقيقه وتوقيعه كذلك مرة أخرى. طالبت محافظة البصرة الحكومة بتسليمها 16 تريليون دينار عراقي ضمن مستحقاتها من الديون وقانون الأمن الغذائي. وقال المتحدث باسم المحافظة معين الحسن إن المبالغ التي بذمة الحكومة وصلت إلى 16 تريليون، مبينا أن تلك الأموال سيتم إنفاقها لاستكمال المشاريع المستمرة أو التي يراد تنفيذها. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.85 مليار دولار، وتعد هذه المبيعات هي الأعلى للدولار خلال الأسبوع الماضي المنصرم. وأشار البنك إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار. أكدت مديرية الطرق وجسور إدارة كرميان في السليمانية توقف مشاريع الطرق للعام الحالي بسبب الأزمة المالية، مشيرة إلى أن 100 مشروع بانتظار التخصيصات المالية. قال مدير الطرق وجسور كرميان عدنان إبراهيم إن العام الحالي لم يشهد تنفيذ أي مشاريع للطرق والجسور بسبب الأزمة المالية، إلى جانب توقف 5 مشاريع كبرى للطرق في مناطق متفرقة من كرميان بكلفة تتجاوز 200 مليار دينار. أعلنت حكومة كردستان العراق أن الحكومة في بغداد أرسلت ما قيمته 400 مليار دينار فقط. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل أن كردستان العراق خصصت 5.9 تريليون دينار لدفع الرواتب في الأشهر السبعة الماضية، مضيفا أن حكومة كردستان العراق قامت بتوزيع الرواتب دون تأخير ودون أي استقطاع، رغم أن بغداد لم ترسل أي أموال تذكر منذ 5 أشهر تماما. وأشار عادل قائلا لأن كردستان العراق يحتاج إلى أكثر من 900 مليار دينار عراقي شهريا لتمويل رواتب الموظفين هناك. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.